باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بإرشاد الروح القدس لنسمع ماذا يريد أن يقول لنا الروح القدس في هذا المساء المبارك. يعطينا آذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع وقبول كلمته المقدسة حتى تأتي هذه الكلمة بثمر مقدس مبارك في حياتنا لمجد اسمه القدوس ونتمم قول الرب يسوع له المجد. طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه أمين. في مواصلة لتأملات الآباء أيها الأحباء في إيمان كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وما زلنا في مقدمة قانون الإيمان. نعظمك يا أم النور الحقيقي وإحنا في الجزء الخاص بالسيد المسيح. سمعت أحد التعليقات يعني المفرحة وفي نفس الوقت يعني ملفتة للنظر. احنا طبعا لما بنرسل الاعلام بنقول الاجتماع عن مقدمة قانون الايمان. ففي احد الاحباء او احدى الاحباء اخوات فبتقول هو مقدمة قانون الايمان دي لسه ما خلصتش، ده احنا لينا 3 سنين وبنسمع ابونا بيتكلم عن مقدمة قانون ايمان. ليه هي فيها ايه مقدمة قانون ايمان؟ سؤال حلو او تعليق حلو. بشكر اللي وصل لي هذه التعليق، ما زعلتش ابدا لانه بالعكس يعني ده معناه انه معقول مقدمة قانون الإيمان تاخد بتاع حوالي 3 سنين. وما لو تكلمنا عن ده مجرد يعني دي حاجة واحدة إيمانية قانون الإيمان، وما لو تكلمنا عن كل العقائد والإيمانيات بتاعت كنيستنا نوصل لإيه بالضبط؟ احنا بنقول كنيستنا عميقة وكنيستنا غنية، وبالتالي تأملات الآباء في هذا الأمر كان ليه بحر من التأملات الإيمانية العميقة الروحية في نفس الوقت. يعني ليس مجرد تأملات إيمانية لاهوتية ولكن تطبيقا لحياتنا الروحية كيف نحيا هذا الإيمان. عشان كده كنيستنا قدرت على ممر العصور والأزمان إنها تكون محافظة على هذا الإيمان وثبتت. لولا إيمان آبائنا القديسين اللي فهموا الإيمان صح وعاشوا إيمان كنيستنا بصورة عميقة وصورة روحية ما كانش كنيستنا حتى الآن تكون باقية أو ثابتة. لما نيجي العالم كله ويقولوا له كده العالم كله ضدك يا أثناسيوس، ويجي هو يقول وأنا ضد العالم. إيمان عميق، إيمان قوي، إيمان جوهري في حياته، وبالتالي إيمان نقول كده إيمان عامل وليس مجرد إيمان نظري. إحنا أول ما بدأنا قانون الإيمان قلنا هذه العبارة، كلنا حافظين قانون الإيمان من إحنا وصغيرين، حافظين قانون الإيمان وكبرتنا وبنردد قانون الإيمان. لكن هل تأملنا في قانون الإيمان بإيمان الآباء اللي كتبوه لينا ووضعوه وسلموه لينا؟ هو دي دورنا وهو دي تأملاتنا بنعمة المسيح وهو دي عمل الله معانا في هذا الاجتماع، أن نتكلم عن الإيمانيات كنيستنا بمعناها الجوهري العميق، ليس فقط اللاهوتي. احنا مش في كلية لاهوتية ولا احنا بندرس لاهوتيات، ولكن احنا بندرس تطبيق هذا الإيمان في حياتنا الروحية، اللي أمر اللي قال عنه الكتاب المقدس الإيمان العامل بإيه؟ الإيمان العامل بالمحبة. فعشان كده النهاردة يمكن رسلنا في الإعلانات قلنا مقدمة عن قانون الإيمان، وبالتالي موضوعنا هو عن عقيدة الثالوث في العهد الجديد، وده الموضوع اللي احنا تكلمنا عنه المرة اللي فاتت. تكلمنا في الحلقات القبلية قبل أسبوعين
عن كيف نفهم الثالوث القدوس أو الثالوث المقدس أو كيف نفهم الثالوث والوحدانية في نفس الوقت، وكيف نقدم الثالوث للآخرين الذين هم غير مسيحيين وغير مؤمنين، كيف نقدم ليهم الثالوث ده رسالتنا، إن احنا كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم. فاحنا من ناحيتنا كمسيحيين احنا بنفهم لأنفسنا عمق هذا المعنى والمرجع بتاعه من الكتاب المقدس، عشان كده اتكلمنا عنه في كيف نقدم الثالوث عن طريق الأمثال وعن طريق الكتاب المقدس. أول حاجة أخذناها في العهد القديم، وبرضو اللي ما حضرش معانا العظة دي يقدر إنه هو يرجع ليها في اليوتيوب بتاع الكنيسة. وإنها ابتدينا الأسبوع الماضي تكلمنا قبل الماضي آسف تكلمنا عن الثالوث في العهد الجديد، وتكلمنا عن آية صريحة بتوري لينا الثالوث وهي وقت عماد السيد المسيح. زي ما احنا متعودين قبل ما بنبدأ بناخد جزء من الكتاب المقدس عن الموضوع بتاعنا. الرسالة بتاعتنا النهاردة في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل العبرانيين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين أصحاح واحد ومن العدد واحد: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا أمين. وإحنا بنتكلم عن الثالوث في العهد الجديد تركيزنا عن عمل الله. طبعا في العهد القديم اتكلمنا عن الثالوث أن الله كان يرى وكان يتكلم مع الأنبياء، إذا كان مع إبراهيم، إذا كان مع موسى، إذا كان مع باقي الأنبياء كان يتكلم، وآدي ده نطق الله وكلمة الله كانت ترسل هذه الكلمة. لكن في العهد الجديد بعدما كلم الآباء بالأنبياء كلمنا في آخر الأيام، مش مجرد رسالة أي واحد يقدر يسمعها، لكن رسالة مقروءة ومنظورة، وهي ابنه الوحيد يسوع المسيح اللي تجسد. عشان كده بنقول كلم بعدما كلم الآباء بالأنبياء زمان، وآدي كلمة الله، كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه، تجسد الله الكلمة، تجسد الله الابن، الله الذي ظهر في الجسد، كلمنا بما هو إيه؟ بما هو خاص بالله الآب، بما هو خاص بحياتنا، بما هو خاص بأبديتنا، بما هو خاص بالعالم كله. كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، وطالما هو الوارث وهو جاء إنابة عن البشرية بأنه أخذ الطبيعة البشرية، أخذ الذي لنا عشان يعطينا الذي له، بالتالي أعطانا نحن أيضا أن يكون لنا إيه؟ ميراث. هو مين المسيح؟ هو مين الذي هو بهاء مجده؟ بهاء مجد الله الآب، هو قال أنا والآب واحد، إذن هو نفس المجد. لعلنا نتذكر في حياج الكلام عن هذا المجد
ولكن نتذكر في يوحنا 17 المجد الذي كان لي عندك قبل إيه؟ قبل تأسيس العالم، هو بهاء مجده ورسم جوهره. الجوهر اللي هو طبيعة الله. إيه هي طبيعة الله؟ الله روح، الطبيعة اللاهوتية. المسيح كان إنسان كامل وإله كامل، طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية. إلا إنسان كامل بلا خطية، شابهنا في كل شيء بلا خطية، وإله كامل في كل شيء. وعشان كده بنقول أنه هذه الطبيعتين اتحدوا مع بعض وصار للمسيح طبيعة، بنقول عنها طبيعة واحدة. لا بنقول عنها في القداس الإلهي في الاعتراف بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، بقى المسيح بالطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية بس متحدين مع بعض. وزي المثل اللي قلناه اللي قال عنه القديس يوحنا ذهبي الفم، اللي هو لو أنا جبت عصاية حديد والعصاية الحديد دي جيت حطيتها في النار، هلاقي إن العصاية الحديد دي لحد ما تحمر من اشتد الاحمرار بتاعها من النار، لو جيت مسكت العصاية الحديد دي هتلاقيها إن إيه؟ تلسع. ليه؟ فيها النار، النار فيها. وفي نفس الوقت لو أنا جيت الحديدة دي أو العصاية الحديد دي لو أنا جيت وحبيت إن أنا أتنيها هتتني معاي. ليه؟ لأن من طبيعة الحديد بتاعته. إذن النار ما بقتش حديد ولا الحديد بقى نار، ولكن الحديد بقى متحد بالنار، وبالتالي النار لم تفقد الصفة بتاعتها اللي هي الحرارة، والحديد لم يفقد الصفة بتاعته اللي هو الانحناء أو الدوران أو الميل بتاع الحديد. هو دي طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت اللي كانت في السيد المسيح، متحدين مع بعض بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. وده اللي قال لنا هو رسم جوهره، أدانا هذا الرسمة، يعني هذا التصور إنه اللي هو هذا الشكل اللي كان في السيد المسيح، اللي هو قل لنا بأي سلطان تفعل هذا. لما نجول كتب يحوروه، قل لنا بأي سلطان تفعل هذا، ما شفناش قبل كده إنه إنسان يقيم ميت، ما شفناش قبل كده إنه واحد يقيم مشلول 38 سنة، ما شفناش قبل كده حد إنه هو يقول للبحر اسكت ابكم، وده دي يقول له أشياء خارقة عن الطبيعة. قل لنا بأي سلطان تفعل هذا. طبعا عارفين الرد بتاع السيد المسيح، قال لهم وأنا أسألكم سؤال، معمودية يوحنا كانت من الله أم من السماء أم من الناس؟ ده موضوع آخر، لكن حتى الكتبة والفريسين حتى اللي كانوا حوالين السيد المسيح، قل لنا بأي سلطان تفعلها. إذن ده الشكل، ده الجوهر اللي جاء به السيد المسيح، ولكن هذا الجوهر طبعا كان إيه؟ مخفي في الناسوت، لكن ظاهر في أعمال السيد المسيح له المجد، الذي هو وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعد ما صنع بنفسه تطهيرا، وده الفداء اللي قدمه لينا، جلس بعد كده صعد وجلس في يمين في يمين العظمة في الأعالي. المنظر ده أو السالوس ده احنا شفناه فين؟ في قلنا أجلى مثال وأعظم مثال وأعظم شكل هو الظهور الإلهي يوم معمودية السيد المسيح، ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا أنت ابن الحبيب بك سررت. وبالتالي الرسالة اللي رسلها السيد المسيح للتلاميذ، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس.
لعلكم تذكرون انه المره اللي فاتت قلت لكم في بعض الطوائف المسيحيه لما يجي يرسموا الثالوث بيرسموه بطريقه هو القصد ان هي تكون صوره توضيحيه، لكن احنا ككنيسه ارثوذكسيه مدققين في هذا الامر، فبالتالي لا نقبل هذه الصوره. ليه الصوره دي؟ اتمنى انه الكثير من الناس تقدر تشوفها. الصوره دي هي عباره عن تشبيه للثالوث او رسم للثالوث، جايبين شخص كبير في السن وده يشير الى الله الاب، جايبين شخص صغير في السن وده السيد المسيح لما اتصلب ومات وكان عمره 33 سنه يعني لسه شاب، وجايبين الروح القدس في شكل حمامه. حتة الانفصال دي ما بين الاب وما بين الابن هي اللي بتخلي البعض يشك في الايمان ان احنا نعبد ثلاثة آلهة. عشان كده كنيستنا ما بتقبلش الصورة دي، حتى وان كان البعض بيحاول ان هو يستخدمها كرسم توضيحي او كصورة توضيحية، لكن بالنسبة لينا بالنسبة للآخرين ممكن إن هم يتهمونا إن إحنا بنعبد ثلاثة آلهة، في الحين إن إحنا نعبد ثلاثة أقانيم في شخص في إله واحد. ولو رجعنا إلى الكتاب المقدس والعهد القديم هنلاقي في دانيال اللي هو بيتكلم عن المسيح القديم الأيام، يعني المسيح ممكن لو احنا عايزين نتكلم عنه كالله الاب، فاكرين في سفر الرؤيا يوحنا الرائي شافه بشعر ايه؟ شعر ابيض، يعني انسان ايه؟ عجوز، بس في نفس الوقت هو ايه؟ هو حمل الله الذي حمل خطيه العالم الذي ذبح عن العالم. عشان كده بقول احنا هذه الصوره بنتحاشى ان احنا، ولا توجد الحقيقة لا توجد صورة زي دي في الكنيسة بتاعتنا، حتى ان احنا لا نعطي هذه اي فرصة ان احنا نقول ان احنا بنعبد ثلاثة آلهة. لكن فكصورة توضيحية للي يشوف الصورة زي دي، مشبهين الله الآب ان هو قديم الأيام، يعني شخص كبير، والابن شخص صغير، والروح القدس في شكل الحمام. بعض الطوائف الأرثوذكسية، لكن الغير تبع الكنيسة الأرثوذكسية أو تبع العائلة الأرثوذكسية الشرقية، بعض الكنائس البيزنطية أو الروم بيحطوا هذه الصور. فإحنا نرجع للإيمان بتاعنا الثالوث، وهي بنقول عليه الله عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عرفنا الابن وهو بيتعمد، عرفنا صوت الله الآب، عرفنا الروح القدس. تكلمنا عن الابن في إنه هو في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان كلمة الله. تكلمنا عن هذا الأمر بالذات المرة اللي فات، وقلنا خلي بالنا من شهود يهوى، وإذا أعطينا حاولوا معانا إن هم يتكلموا، الأفضل إن احنا لا نعطيهم فرصة للكلام. لكن الإنسان اللي يحب إن هو يعني متمكن وثابت في إيمانه بحيث إنه لا يتزعزع، استخدم هذه الآية لكي ما توقف أي حديث وأي كلام مع شهود يهوى. يوحنا 1:1، وطلع الآية دي من الكتاب المقدس بتاعنا، مش من الكتاب المقدس بتاعهم، لأن هم محرفين في الآية دي. طيب دعني الابن، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله. طيب ماذا عن الروح القدس؟ قال السيد المسيح كده في يوحنا 15:26، ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. الحتة دي موضع خلاف أيضا يمكن بيننا وبين الكاثوليك في قانون الإيمان.
لو سمعنا قانون الإيمان عند الإخوة الكاثوليك، أي نعم هم كنيسة رسولية زينا زيهم وكل حاجة، لكن عندنا الاختلاف البسيط دي في قانون الإيمان. عند قانون الإيمان بتاعهم يقولوا كده عن الروح القدس: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحل منبثق من الآب والابن، ويدخلوا معاها الآب والابن. تصحيحا لهذه الآية بنقول إيمان كنيستنا، لا، الروح القدس ينبثق من الابن. الله أرسل الابن، الابن طلب من الآب أرسل الروح القدس. عشان كده يقول سيد المسيح: أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر، ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق. في فرق ما بين يرسل وفي فرق ما بين ينبثق. ينبثق يعني معناها من جوهر واحد، والابن أرسل هذا الروح القدس لأنه قال كده لتلاميذه لما قالوا له، قال لهم أنا ماضي، وحزن التلاميذ، قال لهم كده إيه: لا أترككم يتامى، أنا أمضي إلى الآب لأعد لكم مكانا، ومتى ذهبت أعد لكم مكانا، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر. يعني أنا مش حسيبكم، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. بالضبط كده لو جينا إحنا حطينا تشبيه قرص الشمس، قرص الشمس بيطلع منه إيه؟ بيطلع منه حرارة وبيطلع منه شعاع، شعاع النور. شعاع النور مش هو اللي بيدي الحرارة، إنما شعاع النور بيطلع مع الحرارة من القرص الواحد. هو دي الله الآب، الشعاع والنور، شعاع النور والحرارة والقرص، هم الثلاثة إيه؟ شمس واحدة، هم الثلاثة شمس واحدة، ولكن الجوهر هو في القرص اللي هو الكتلة الحرارية، هي اللي أرسلت الشعاع وهي اللي طلع منها الحرارة. هكذا أيضا الثالوث، الله الآب أرسل ابنه، وزي ما سمعنا دلوقتي في إنجيل معلمنا يوحنا: الذي أرسلني لأتمم مشيئة إيه؟ الذي أرسلني. فالله الآب أرسل ابنه مولودا من تحت الناموس، مولودا من امرأة تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس، وانبثق منه الروح القدس الذي يشهد عن هذا الابن الذي تجسد ومات من أجل خلاصنا. يبقى إذن بنقول لأحبائنا إخوتنا الكاثوليك إن إحنا لو حطينا الآب والابن ينبثق من، إن الروح القدس ينبثق من الآب والابن، معناه احنا هنا فصلنا ما بين الاب وما بين الابن. والمسيح نفسه هو اللي قال روح الحق الذي من الاب ينبثق. يبقى اذن ليه بتضيفوا كلمة ينبثق من الاب والابن؟ علامة استفهام، لكن نكون واعيين ليها وفاهمين ايمان كنيستنا ان احنا في الحتة زي دي مختلفين مع بعض. حتى وان قالوا ان احنا بنؤمن بنفس الايمان، وفعلا هم بيؤمنوا بنفس الايمان، بس المشكلة أحبائي عشان تكونوا برضو عندنا فكرة، المشكلة اللي قسمت الكنيسة من القرن الرابع هي طبيعة السيد المسيح. احنا بنقول ان السيد المسيح عبارة عن طبيعة الى لاهوتية وطبيعة ناسوتية ومتحدين. هم بيقولوا المسيح هو عنده الطبيعة اللاهوتية وعنده الطبيعة الناسوتية، ما بيخلطوش الاثنين مع بعض، بيقولوا هم جايين من جوهر واحد، بس في كلامهم تلاقي انه باستمرار في عملية فصل ما بين اللاهوت وما بين الناسوت، وده كان موضوع الخلاف لسنين كثيرة من القرن الرابع الى انه اتحل بنعمة المسيح على في وقت المتنيح قداسة البابا شنوذ الثالث، لما نوضح ليهم ان احنا يا اخواننا احنا متفقين في المعنى، احنا متفقين في هذا الايمان، بس زي ما بتقولوا كده احنا بنكتب من اليمين للشمال وانتوا بتكتبوا من الشمال لليمين، في الاخر هم
المسيح هو فيه الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية، ولكن كإيمان لابد أن احنا نكون مدققين. روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، ما له روح الحق دي؟ يقول كده: ذاك يمجدني، الروح القدس روح الله الآب يمجد الابن في حياتنا. يعني احنا لما نعيش بعمل الروح القدس يقول ونعمل أعمال تمجد الله، يقول كده الكتاب المقدس سيد المسيح: يرى الناس أعمالكم الصالحة فيعملوا إيه؟ فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كل عمل إحنا بنعمله يا أحبائي لابد أن يكون الهدف هو إيه؟ مجد الله الآب، مجد المسيح في حياتنا، مجد الابن في حياتنا. ذاك يمجدني لأنه يأخذ لي مما لي ويخبركم. عارفين حتى الأكل حتى الشرب إحنا مفروض نمجد الله فيه، مش مجرد أكل عادي، لا ما بقصدش الأكل العادي، بقصد مثلا في أوقات الصيام تلاقي ناس ملتزمين وعايشين يعني عايشين الصيام فعلا، وفي ناس تانية ومع احترامي آسف أقول كده بيتباهوا إن إحنا لا 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 أنتوا يعني أنتوا متخلفين شوية، أنت يعني هو لازم نصوم الصيام من أوله؟ طب ما ممكن نفوت أسبوع أسبوعين، وليه يعني الكنيسة حطت لنا 251 يوم في السنة إن إحنا نصوم؟ هي العملية عبارة إيه؟ ده مجرد أكل وشرب، لكن الأكل والشرب دي صدقوني فيه إما إن إحنا نمجد الله في حياتنا، وإما إن إحنا نكون سبب عصرة من الأكل والشرب دي، ممكن نكون سبب عصرة لآخرين. مين قال الكلام ده؟ معلمنا بولس الرسول، كورنثوس الأولى أصحاح 10 وعدد 30 يقول كده: لأنه فيما أنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون أي شيء فافعلوا كل شيء لمجد الله الآب. فيما أنتم تأكلون وتشربون أو تفعلوا أي شيء فاعملوا كل شيء إيه؟ لمجد الله. يعني حتى الأكل والشرب ده اللي احنا بنفتكره دي حاجات يعني جسدية أو حاجات كماليات، لا صدقوني ممكن ده معلمنا بولس الرسول يقول كده في روميا: إن كان أكل اللحم يعصر أخي هعمل إيه؟ فلن أكله. شوف، لأن فيه عصرة مفهوش إيه؟ مفهوش مجد، لا يمجد الله. الروح القدس اللي في الإنسان هو الذي يقود فعلا إن هو اللي يتمتع بهذه الشركة مع الله، هو اللي يتمتع بالعلاقة الشخصية، هو اللي يتمتع بالحياة الكنسية. الروح القدس الذي يعمل في الإنسان، عشان كده الإنسان، أنا مش حدين إنسان ولا هحكم على إنسان، لكن هقول لكل إنسان: راجع نفسك، راجع نفسك. لما يكون الكنيسة بتدعو لشيء معين، فترة صوم أو فترة صلاة، أنت موقفك إيه؟ هل أنت مشترك في هذه الحياة الكنسية، ولا أنت عايش براك ولوحدك وبتقول إن أنا في الآخر أنا مسيحي أو من ضمن الكنيسة؟ لا، راجع نفسك. هل الروح القدس اللي يعمل في الكنيسة، الذي يقود الكنيسة بإرشاد وقاد الآباء بإرشاد، وهم اللي وضعوا لينا هذه الأصوام بإرشاد الروح القدس، ولما أنا أجي أقاوم هذه الأمور أو ما أعملش بيها، يبقى أنا بقاوم مين؟ يبقى أنا بضد يعني ما بنفذش مشورة مين؟ هل مشورة الآباء؟ لا، ده مشورة الروح القدس اللي أرشد الآباء، والروح القدس يريدني إن أنا باستمرار إيه؟ حياتي كلها من أجل مجد المسيح الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ده اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول: أنا كل اهتمامي وكل هدفي في الحياة أعطيني يا رب أن أمجدك في حياتي، في كل ما أفعل، في كل ما أتكلم، في كل ما أقوم به، في كل ما أخدم به، اديني يا رب أن أنا أمجدك. طب ومين العامل فيك؟ مين اللي بيقودك أنك أنت تعمل الحاجات دي كلها؟ الروح القدس هو العامل فينا أن نريد
وأن نعمل من أجل المسرة. كنيستنا حلوة يا أحبائي، كتابنا المقدس غني عميق، لما نجمع الآيات كلها مع بعض ندرك أن حياتنا إحنا إيه، ليها رسالة، ليها رسالة سماوية وليها رسالة حية، رسالة نشهد بيها عن في كل العالم، ونقول فعلا أننا بالحقيقة إيه، أولاد الله. ذاك يمجدني، أي الروح القدس يمجد المسيح، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. وهنا ده يأكد لنا أن الروح القدس هو روح الله الآب، هو روح الله الإبن، هو الروح القدس الله اللي هو أعطانا كل هذه البركات ونقل إلينا كل هذه البركات. وإحنا تكلمنا عن هذه العبارة المرة اللي فات وقلنا عليها هذا التعبير أو هذه الرسالة، وهي أن الله أرسل ابنه والابن تمم هذا الخلاص، والروح القدس نقل إلينا بركات هذا الخلاص، وبالتالي يكون ده بمثابة شعار إحنا بنحيا بيه. نتذكر هذا الشعار في ختام هذه الجلسة. يقول كده سيد المسيح في صلاته إلى الله الآب: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. ده نفس الرسالة اللي احنا قلناها قبلك في الخلوة، أتمم لأعمل لا مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. الهدف بتاع المسيح هو إيه؟ أن أمجدك يا رب، أنا مجدتك على الأرض، من العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. نجي نشوف الروح القدس، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. آدي المجد اللي كان عند الابن، والمجد اللي كان بيخبر بي والروح القدس، والآب والابن والروح القدس إيه؟ إله واحد وجوهر واحد. إذن مجد الله الآب هو مجد الله الابن، هو مجد الروح القدس في حياتنا. في يوحنا 16:15: كل ما للآب هو لي، لهذا قلت أنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي، كل الجوهر بتاع الآب، لأنه بالتالي ده يورينا أن الآب والابن واحد من حيث الجوهر، وهي ولادة أزلية وليست ولادة وقتية أو ولادة ميلة أرضية. التعبير ده نخلي بالنا منه، وتكلمنا عنه المرة اللي فات برضو لما قلنا مولود غير مخلوق. أنهي ولادة؟ ولادة أزلية، إن هو منذ البدء هو موجود، ما كانش في وقت إن الآب فيه موجود والابن مش موجود، لا، كان موجود مع الله الآب منذ البدء. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. بالتالي كل ما هو للآب من جوهر، من ملك، من سلطان، من قوة، من الروح القدس، من المجد، كل دي، كل ما هو للآب هو لي. الابن لم ينقص شيء. هتقول لي يا ابونا انت قلت لنا قبل كده وذكرت انه المسيح نفسه قال كده: لأن أبي أعظم مني. وردينا عليها قلنا الابن يتكلم من حيث أنه ناسوت في ذلك الوقت، لأنه خضع وتواضع من أجل أن يتمم مشيئة الله الآب. لكن ليست العظمة من ناحية الجوهر، الجوهر واحد، ولكن طبعا بالتأكيد الناسوت خضع للاهوت، الابن خضع للآب في تدبيره الإلهي وفي تدبيره الخلاصي. عشان كده يقول عنه معلمنا بولس الرسول في رسالة فيليبي، يقول كده: يكن لنا فكر المسيح الذي من أجل السرور، الذي يقول عنه إنه هو لم يكن مشابها، لم يحسب خلسة، لم يحسب خلسة، يعني يسرق أن يكون مشابها لله الآب، ولكن صار في شبه الناس وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذن أخذ صورة عبد
في صورة الناس، في صورة الطبيعة الإنسانية البشرية الساقطة من غير الخطية، وأطاع لكي ما يتمم إرادة الله الآب أو حكم الله الآب، وهو الموت اللي كان محكوم به الجنس البشري كله، ويتمم هذا العدل الإلهي، وبالتالي يصهر لينا هذه الرحمة الإلهية، وهو الخلاص اللي أعد لينا وغفران الخطايا. أخيرا يا أحبائي، يقول كده في أفسس 2:18: لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. لأن به أي بالروح القدس لنا كلينا، كلينا اللي هي بقصود بيها ناس العهد القديم وناس العهد الجديد. العهد القديم كانوا منتظرين المسيح، المسيح المنتظر أو المسيح المنتظر. العهد الجديد تجسد الله الآب في الابن يسوع المسيح، وبالتالي صار الخلاص لكل العهد القديم والعهد الجديد. مين العهد القديم؟ الذين ماتوا على رجاء القيامة. لأن به لنا كلينا قدوما، آسف، به أي المسيح لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب، اللي هو دخولنا إلى الميراث الأبدي اللي أعد الله للآب للذين يحبونه. إذن العهد القديم، أنبياء العهد القديم كلهم اللي ماتوا على رجاء القيامة كانوا منتظرين الابن المتجسد اللي يموت عن حياتهم، اللي هم منتظرين هذا الخلاص اللي نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، وفي اليوم الثالث قام، وقام معه جميع الذين كانوا ينتظرون هذه المواعيد. وبالتالي لنا به أي بالمسيح قدوما في روح واحد إلى الآب. ولعل ده يذكرنا يا أحبائي لما قال السيد المسيح: لا أحد يستطيع أن يأتي إلى الآب إلا بي. وبالتالي من ضمن الحاجات الحلوة أو الطقس الحلو اللي احنا أحب أن أنا أشير إليه، معليش أخذ منح بسيطة، في طقس الكنيسة وضعت لنا الكنيسة ده الهيكل اللي هو فيه اللي بيقدم عليه الذبيحة، الهيكل اللي يقدم عليه الذبيحة، جسد المسيح ودمه، وده خورس الشمامسة. كنيسة وضعت لينا طقس حلو، انه المنجلية اللي محطوط عليها كتاب القطمارس اللي فيه كلام الله، اللي هو بتقرأ منه الرسائل والانجيل والكلام ده كله اللي في القداس الالهي، يكون ما بين المؤمنين وما بين الهيكل. يعني لا يستطيع احد أن يدخل ويتقدم إلى هذه الذبيحة إلا اللي هي جسد المسيح ودمه، وبالتالي يتقدم إلى الله الآب، البانتوكراتور اللي هو يمثل الله الآب والابن المتجسد المحمل الله المذبوح. الحتة دي هو دي اللي بتقول عليه الكنيسة: لا يقدر أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي، من خلال كلمة الله المنجلية، كلمة الله، ومن خلال جسد المسيح ودمه. من هنا لما جاءت الكنيسة وقالت لنا لا يستطيع أحد أو لا يجوز أحد إن هو يتقدم إلى التناول إن لم يسمع على الأقل قراءة الإنجيل، يبقى ليه؟ لأنه من خلال الإنجيل كلمة الله الآب يحق لينا إن احنا نتقدم إلى هذه الذبيحة، ويتقدم بالتالي نتقدم إلى الآب. أصبحت الكنيسة وضعت لينا طقس روحي عميق، لكن للأسف كثير من الناس يستهينون به، ومش مهم إن أنا أحضر، يكفي إن أنا في الآخر أجي أتناول. تناول على إيه في الآخر؟ تتناول إيه إن لم تسمع لكلمة الله؟ لا أحد يقدر أن يأتي إلى الآب إلا به، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. وكده بنلاقي إنه باستمرار والمؤمنين رفعين نظرهم إلى صورة البانتوكراتور اللي هو الله الآب ضابط الكل، هم في نفس الوقت إيه كده
باصين إلى هذه الذبيحة جسد المسيح. في القداس الغريغوري الشماس لما يجي يقول كده إيه، قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، ويقول كده في يجي كده أيها الشعب انظروا إلى ناحية المشرق لتجدوا جسد ودم عمانوئيل إلهنا موضوعين على المذبح. يبقى إذا نظرنا طوال القداس إلى فين؟ إلى هذه الذبيحة، لأن من خلال هذه الذبيحة نستطيع أن ندخل إلى الله الآب. هنا بنقول الرسالة لغير المؤمنين، غير المسيحيين، بنقول لهم كده إيه؟ إن لم تؤمنوا أن المسيح هو الله المتجسد الذي مات عن جنس البشر وقام لكي ما يفدي كل العالم، وبالتالي كل من لا يؤمن به ليس له حياة أبدية، وكل من يؤمن بالابن فله حياة أبدية. إذن إيماننا بالمسيح ليس هو مجرد رسول، وليس هو مجرد نبي، ولكن هو رئيس الأنبياء، وهو أعظم من الرسل، بل هو الله الكلمة الذي صار في الجسد. إذن إيماننا بالمسيح هو الله المتجسد، هو اللي بيدينا إن هذه هذا الامتياز، إن إحنا نكون وارثين معاه، إن إحنا نستطيع أن إحنا ندخل من خلال المسيح ونصل إلى الله الآب في هذا الملكوت إلا عده. أخيرا يا أحبائي، الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة في أفسس 1:4. كورنثوس الثانية 1:22 ختمنا بأعطانا عربون الروح، ودي الختم اللي احنا بناخده فيه بعد المعمودية، بنترشم بزيت الميرون. عربون الروح كده اللي هو ايه؟ مش معناه انه الروح القدس اللي فينا ناقص. كلمة عربون مش معناه انه حاجة، يعني كلمة عربون عامة بيقول ايه، انا لما اجي ادفع مبلغ هقول لك انا حديك عربون وحكمله لك بعد كده. هنا عربون الروح مش معناه ان الروح القدس اللي احنا خدناه في الميرون ناقص، لا، روح الله كامل. لكن كلمة عربون يعني احنا نستطيع ان احنا نعمل الاعمال اللي على قدرنا في الحياة الارضية او احنا وبشر، لكن في لما ياجي في النهاية يكمل لينا هذا العمل او يعطينا هذا المجد اللي هو أعطاه للي كان عنده منذ تأسيس العالم. يعني إحنا يكرم أولاد الله ويمجد أولاد الله، بس المجد اللي عندنا هنا في الأرض محدود، يعني لا يقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا زي ما قال السيد المسيح. يبقى إذن إحنا أعطينا من روح الله القدوس حتى يكون لنا هذا الامتياز وهذا المجد اللي هو مجرد إن إحنا اللي بنعيشه. إذا كان المجد اللي بدهونا ربنا ونحن لا نستحقه، إذا كان بدهونا بهذه الصورة، فكم وكم يكون مجد السماويات المعد لأولاد الله. وده بيجي من خلال الاختيار قبل تأسيس العالم، أعلنه لنا الله بروحه، نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء. ودي اللي احنا بنقول عليه باستمرار، يا روح الله القدوس في كل صلاة، في كل صلاة، في كل قداس، في الصلاة الثالثة بالذات نقول كده أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالك كل مكان، هلما تفضل وإيه وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. آخر حاجة بطرس الأولى 1:11 اللي هو باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح. إذن الشعار أو الستيتمنت الأخير بتاعنا هو اللي احنا قلناه، الله الآب هو الله الكائن في كل مكان، هو أبويا السماوي. الله الابن هو الله الكائن هنا معي، هو الله مخلصي. الله الروح القدس هو الله الكائن هنا في داخلي، وهو حياتي
ويعربون الحياة الروحية اللي أدها لي. هو الله أبويا، هو الله مخلصي، هو حياتي، به نحيا ونوجد ونتحرك. وده عمل الروح القدس. عشان كده تكلمنا قبل كده وتكلم الكتاب المقدس نحن نخلي بالنا أننا لا نطفئ الروح القدس. إذن لا يوجد قلق ولا يوجد كسوف ولا يوجد خجل لما حد يجي يسألنا أنتوا المسيحيين بتعبدوا ثلاثة آلهة؟ نقول لا، نحن نعبد ثلاثة أقانيم في إله واحد. نحن لا نتحدث عن ثلاثة أشخاص، ولكن نتحدث عن ثلاثة أقانيم: الله الآب أبويا، الله الإبن مخلصي، الله الروح القدس هو حياتي. ليبارك الله في هذه الكلمات. اسمحوا لي مجرد دقيقتين إن أنا أختم بها ونشوف المجد الذي يعطيه الله لينا وإحنا على الأرض. مجرد صورة، عربون من المجد السماوي. كان في يوم من الأيام كان في أب كاهن، حكاية دي حصلت في الصعيد، أب كاهن وهو في طريقه للكنيسة قابل العمدة، وكان العمدة ماشي وراكب على الحصان بتاعه، فللأسف استهزأ العمدة بالأب الكاهن، وكل المرافقين للعمدة قعدوا يتريقوا على الأب الكاهن، لدرجة أن العمدة نزل من الحصان بتاعه وضرب الأب الكاهن على خده، أداله كف. حزن الأب الكاهن ورجع الكنيسة عشان يعمل قداس، وأثناء القداس قعد يبكي بمرارة أمام الله ويقول له كده: يا رب، ده مش أنا مش حزين على نفسي، أنا حزين على إنه أهان كهنوتك، وإنت يا رب سبته إن هو يعمل كده. كانت كنيسة ماري جرجس، والأب الكاهن ده قعد يعاتب ماري جرجس لأنه لم يتصرف، ما عملش أي حاجة، وساب العمدة إنه هو يتصرف بهذا الأمر. الأمر اللي بشوفه الأب الكاهن فكر في إيه يا أحبائي؟ بفكرش في نفسه ولا زعل عشان نفسه، قال يا ترى بعد كده إزاي إن أنا حقدر أواصل خدمة في هذه القرية. شوف، هدفه كله الخدمة، هدفه كله مجد الله، هدفه كله خلاص الناس. طيب إذا كان العمدة اللي هو شايف نفسه أكبر راس في البلد ويتعامل معه بصورة زي دي أو يهينه بصورة زي دي، يا ترى مين من أهل القرية ممكن إن هو يقبل هذه الكلمة أو يقبل كلمة من هذا الأب الكاهن؟ ده اللي كان واجع قلبه، ده اللي كان الحزن جواه بسبب هذا الأمر. خلاص الناس والخدمة ومجد الله. خلص القداس أبونا وهو وراجع لقى في زحمة شديدة حوالين بيت العمدة. سأل إيه اللي حاصل؟ قالوا له للأسف العمدة فجأة كده مرض مرض شديد، مش قادرين حتى إن هم يعملوا إيه، مش عارفين يعملوا إيه عشان يقدروا إن هم يعالجوه أو يخففوا عنه هذا المرض. فأبونا بيقول لهم أنا لسه كنت شايف العمدة دي يدوب قبل ساعة أو ساعتين يعني، فكان كويس، فإيه اللي حصل؟ ما أن علم الكاهن بهذا السبب. قالوا له كده إيه؟ قالوا له بعد ما أنت مشيت في ضابط كبير جه وراكب على حصان وجه قرب من العمدة ووبخ العمدة، قال له إزاي إنك أنت تعمل كده؟ عمل لك إيه أبونا؟ ما عمل لكش حاجة، وإذ بهذا الضابط يقول كده لطم العمدة بشدة على خده، وما زال العمدة يعاني من آلام هذه اللطمة، هذا الكف. ظهر كان ماري جرجس إيه؟ جياش يا
ما زال يعاني من آلام هذه اللطمة ويتوجع بها حتى الآن. شعر الأب الكاهن بأنه فعلا الله يدافع عن أولاده ويدافع عن كنيسته ويدافع عن خدمته ويدافع عن كل من يخدمه ويعيد ليه، يعني مش عايز أقول يعيد ليه الكرامة لشخصه، ولكن يعيد الكرامة لكهنوت المسيح. وشكر الكاهن شفيع الكنيسة الشهيد إيمين ماري جرجس. مغزى هذه القصة يا أحبائي يقول كده: إن كان أحد يخدمني يعمل إيه؟ يكرمه الآب، في يوحنا 12:26. إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. مهما كان في هذه الحياة لابد أن احنا نقابل ضيقات زي باقي البشر يا أحبائي، لكن المسيح يسمح لنا بهذه الضيقات من أجل اسمه، وفي نفس الوقت يسندنا ويكافئنا عنا ويدافع عنا، والرب يدافع عنكم وأنتم صامتون. عشان كده يقول كده كاتب هذه القصة، يقول لك كده: لا تنزعج. مش النهاردة الشيطان أو العالم أو أيا كان مين، مش ضربوا الكنيسة بالضربة بتاعة الشهداء بتاعة الأنبا صمويل. لا ننزعج، بل نقبلها من أجل المسيح، لأن هو قبل كل الآلام من أجلنا. المغزى الثاني: اوعى تبحث عن كرامتك، لا تبحث عن كرامتك، فاهرب منا، فالله هو المسؤول أن يكرمك لأنك أنت ابنه وبالتالي أنت بنته. واقبل الإهانة حتى وإن كان من أجل المسيح. يقول كده: من أجلك نمات إيه؟ كل النهار. بل وأقول أكثر من كده: ما هي التي يسمح بها الله سواء إذا كانت إهانات أو ضيقات؟ فهي تنقينا من مجد العالم وتخلينا أن احنا إيه؟ نرجع لإلهنا، وبالتالي تكسر سهام إبليس اللي مصوبة إلينا والعينه علينا أو عايز يحارب كنيسة الله باستمرار. لكن ده هيهان للشيطان، لأن الله واقف بالمرصاد لإبليس وكل جنوده. وإن تعبت من الإهانة، أختم بهذه القول: إن تعبت من الإهانة فلا ترد على من أهانك بإهانات أخرى، بل أسكب نفسك أمام الله في صلوات وتذلل، فالله يسندك وهو الذي يرفعك. أمين. الله يعطينا بركة هذه الكلمة لنحيا بعمل الثالوث القدوس، الآب والابن في والروح القدس في حياتنا، ويكون لنا هذا المجد الذي أعده الله للذين يحبون اسمه القدوس. حياتنا أن نمجده هو على الأرض، وحياتنا وانتظارنا أن يمجدنا معه بالمجد الذي هو له في مجيئه الثاني المبارك. له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين. تفضلوا نصلي أحبائي. إن أنسى من أم الحنون أحد نور ربي لتصوم، إن أنسى من أم الحنون أحد نور ربي لتصون. نون فكيف ينساني، فكيف ينساني، فكيف ينساني، إن نسيت الأم الحنون ربي لا ينساني.
ربي لا ينساني، إن ينسى من أم ولد يبقى له رب سند، محصي لشعري بالعدد فكيف ينساني، فكيف ينساني، فكيف ينساني، إن نسيت الأم الرضيع ربي لا ينساني، عصفور دور إن سقط ينسى من الناس فقط، يسوع لا ينساه قط، فكيف ينساني، فكيف ينساني، فكيف ينساني، إن نسيت الأم الرضيع ربي لا ينساني، من أجلي الشوك اقتنى كذاك بطير اعتنى، أفضل منهما أنا، فكيف ينساني، فكيف ينساني، فكيف ينساني، إن نسيت الأم الرضيع ربي لا ينساني، ربي لا ينساني، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الطيب الحنان أبونا السماوي، كم نشكرك يا رب من أجل تعزيتك، وكم نشكرك من أجل روحك القدوس المعزي الذي أرسلته لينا يا رب ليعزينا، وأنت تعلم أننا في احتياج لهذه التعزية السماوية. أنت وعدت وقلت يا رب إني لا أترككم يتامى، بل أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. يا رب بنشكرك لأنك أنت إلهنا الطيب الحنان، أشكرك لأنك أنت أبونا السماوي، أشكرك لأنك أنت ضابط الكل، وكل شيء منظور ومكشوف أمامك يا رب. نشكرك من أجل خلاصك وفدائك لينا على عود الصليب، نشكرك لأنك أنت هو حياتنا ومعطينا كل حياة للأبدية. أشكرك لأنك دعوتنا إن احنا نكون أبنائك يا رب ونحن غير مستحقين. أشكرك من أجل هذه الدعوة الإلهية لكل نفس تأتي إليك وتقبل إليك، ومن يقبل إليك لا تخرجه خارجا. أشكرك من أجل أحضانك المفتوحة لأجل كل نفس بعيدة عنك، أو كل نفس تايهة عنك، كل نفس محرومة منك ومن حبك، من حنانك، من أبوتك، من خلاصك وفدائك. أشكرك لأنك لم ترفضنا إلى الأبد، أشكرك لأنك تجسدت من أجل خلاصنا، أشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس، روح الحكمة،
روح المعرفة، روح المشورة، روح مخافة الله، روح النعمة الإلهية يسندنا ويعزينا ويقوينا ويسندنا وفي ضعفاتنا ويشددنا ويرفعنا. بل وأكثر من كده يا رب، عندما نأتي إليك معترفين بكل خطايانا تعطينا يا رب غفران لكل خطايانا، لأنك أمين وعادل حتى تغفر لنا كل خطايانا عندما نعترف إليك. أشكرك يا رب من أجل وجودك يا ربي في حياتنا. فعلا يا رب احنا بننظر الى اننا، مش عايز اقول احسن، ولكننا لنا هذا الامتياز اننا بالحقيقة اولاد الله. اسمح يا رب ان احنا نكون فعلا بالحقيقة اولادك، اسمح احنا نكون شهود لاسمك، اسمح انه حتى الدم المسفوك يا رب، حتى وإن كان حسد الشيطان أو حسد العالم، اسمح أن يكون هذا الدم شهادة لإسمك ومجدا لإسمك القدوس يا رب. فأنت لا تنسانا، حتى وإن نسيت الأم رضيعها أنت لا تنسانا يا رب، بل عينك سهران علينا من أول السنة إلى آخرها إلى كمال الدهور يا رب، منقوشين على كفك كما وعدت يا رب. عشان كده بسمح لينا نحن فعلا نكون شهود لإسمك، مهما حاول الشيطان أن يغربلنا كالحنطة، أنت طلبت وقلت لكي لا يفنى إيمانك يا بطرس، اسهب وثبت إخوتك. دينا نكون لنا هذا الإيمان لكي نثبت أيضا إيمان الذين هم في شدة أو في ضيقة أو في حزن يا رب. نصلي من أجل ما تتعرض لي والكنيسة اليوم يا رب في كل مكان يا رب. الكنيسة محطوطة بين إيديك يا رب، أنت اللي أسستها، أنت اللي بررتها، أنت اللي فديتها يا رب بدمك. الكنيسة الآن في إيديك، تمم وعدك القائل أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها يا رب. ارفع ربي غضبك عنا، لا تجازينا بمثل خطايانا ولا تجازينا بمثل أثامنا. اعلن مجدك في كل ما تسمح به، لأنه ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لإسمك نريد أن نعطي مجدا يا رب، ليتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم والقدوس. مهما حاول إبليس يا رب ومهما حاول العالم، لكن احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام يا رب. كمل أيام غربتنا بسلام ونحن محفوظين في هذا الإيمان. كمل أيام، كمل رسالتنا على الأرض يا رب، ونحن نكون شهود لإسمك يا رب، ونحن متمسكين بهذا الإيمان المسلم مرة من القديسين. أذكر يا رب كل نفس حزينة، أذكر يا رب كل نفس تنيحت من أجل اسمك القدوس. الآن هم يتمتعون بهذا الفردوس، هذا الملكان الذي أعددته للذين يحبون اسمك القدوس. أذكر يا رب كل نفس متألمة، أذكر يا رب كل نفس مريضة جسديا أو روحيا، أذكر يا رب كل نفس متعبة من ضيقات وتعاب هذا العالم، أذكر يا رب كل نفس محرومة منك حتى الآن، لم تتذوق بعد محبتك وأبوتك وحنانك، رجعها إليك يا رب. أذكر الذين ليس لهم أحد يذكرهم وأنت تعلمهم، كل واحد باسمه وكل واحد باسمها. أذكر يا رب شعبك، أولادك الماسلين أمامك. أذكر يا رب كنيستك التي ترفع الآن قلوبها وترفع أيديها من أجل أن تنزل يا رب نعمتك، وأن تصهر عدلك، وأن تصهر قوتك، لأنك إله المستحيلات، إله قادر على كل شيء، إله الهزيع الرابع الذي يقول كن فيكون، ولا يستطيع أحد أن يتقدم أو أن يحكم سوى قوتك الإلهية القادرة على كل شيء يا رب. حتى الشيطان أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. احفظنا في نعمتك، احفظنا في رضاك، احفظنا في إيمانك يا رب. اجعل هذه الكلمات التي تعطيها لينا يا رب تكون سبب ثبات وخلاص وقوة لكل نفس تردد وتعيش بهذه الكلمات يا رب.
كمل لنا أيام غربتنا بسلام ونحن محفوظين في هذه النعمة الإلهية من أجل خاطر دمك وبشفاعة أم النور القديسة الطاهرة عذراء مريم، قديس العظيم الأنبا أبراهام، كل مصافي قديسيك. اجعل سامحنا يا رب، اغفر لينا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نناديك بدالة البنين قائلين بشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم جميعا. مسيح معكم، يبارك حياتكم، يسندكم كل نعمة وكل قوة، وبشكركم من أجل محبتكم وجودكم. الله يستخدمكم، دايما أقول هذه الكلمة، الله يستخدمكم شهود لهذه الكلمة لتكون سبب بركة وخلاص لآخرين أيضاً.